هجرت قصرا بين البحر والنهر، حكايات كثيرة تستحق أن يعرفها العالم. ما أجمل أن أدق المندوب بقصص فلسطينية الهوية. ما أجمل أن نقدس بالأقصى بكل جوارحنا، ونبقى الآن مع كلمات مجلس أولياء الأمور فيها على السيد عبد الله محمود جمهور، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإخوة الحضور، الأخوات الفاضلات، كل باسمه مع حفظ الألقاب والمسميات. العلم هو أساس التمدن والتطور، وهو أساس الرقي بالأمم، ودين الإسلام يحث الناس على العلم والمعرفة. أحبتنا الطلاب المتفوقين لهذا الفصل الدراسي، نحن في مجلس أولياء الأمور نقدم لكم تهانينا وتبريكاتنا، ونتمنى لكم أن تواصلوا نجاحاتكم وتفوقكم، آمنين أن تحققوا لأنفسكم ولأهليكم ولوطنكم كما تصلون إليه من مجلس ونجاح. أولياء الأمور المحترمين، إخوتنا المعلمين الكرام، إذا كان البيت مدرسة، إذا كان البيت مدرسة الطفل الأولى، فإن المدرسة بيت أكبر قلبا وأرحب صدرا وأكثر علما ومعرفة، فهي بما فيها ومن فيها حاضنة دافئة لبراعم المستقبل الواعي، ومصنع ناجح وناجر لرجاله وبناته، ومعلم من معالم المجتمع العلمية والحضارية. صحيح أن المدرسة توفر للطلاب العلم والمعرفة والثقافة وحسن التعامل مع الغير، إلا أن مهمتنا تظل ناقصة ما لم تكملها حركة تربوية من داخل البيت على لسان طريق الموعظة الحسنة والتوجيه الصحيح والعناية المضمونة. إن مسؤوليتنا كأولياء أمور تجاه أبنائنا وبناتنا جسيمة، حافلة بالالتزامات والتوجيهات والإرشادات، التي كلما غطت قسما من حياة الأبناء كلما كانت لهم الساعد الأيمن في شق طريق المستقبل بخطوات ثابتة قوية. أما إذا أهملنا ذلك فسيجر عليهم الوبال والمشاكل والمصائب التي تقف عائلا دون نجاحهم. ومن هنا كانت رؤيتنا وواجبنا القانوني والإنساني كممثلين لأولياء الأمور بأن نكون الرابط المتين والأمين بين المدرسة والمجتمع من جهة، وبين المدرسة والمجتمع المحلي من جهة أخرى، وأن نمد يد العون للمدرسة ماديا ومعنويا، وذلك بكل محبة وشفافية واحترام، وفي كل زمان ومكان، وبكل ما تقوم به من فعاليات تعليمية أو تربوية، منهجية أو لا منهجية، وذلك لما فيه من مصلحة لأبنائنا ولمجتمعنا على حد سواء. فعسى أن تتكلل طموحاتنا ومساعينا بالنجاح. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر راعي هذا الحفل شركة روتانا السيد معتمد عزات، فله جزيل الشكر منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله ولي التوفيق.